النبي يا سيدنا النبي مولانا مولاك ماما تطرى شتاهن بمادحنا لولاك ماما تطرى شتاهن بمادحنا لولا كما نطقت شفاه لمديح 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 ولا 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 خلق الورى لولا حتى احنا بعد اي النبي في صوته لولاك ما نطقت شفاه لما تحيا مشرقة بمرجاك أنت الذي من مرق البدر اتسع والشمس مشرقة بمرجاك أنت الذي انت الذي لما انت الذي لما دعيت الى السماء بك قد سمت وتزينت للصراط محمد يا غاسل تنورت الشرقية سيدي كوادري بيروحوا لك
شرقية تهنئة. والله من سيدي جابر نفسه وبنبارك لسيادة المستشار العميد مصطفى عبد الحميد سابتة على توليه المنصب في فرع عم الجوابري، وبنبارك لعلي الشيخ الرفاعي أبو نعمة عمنا وابن عمنا وإخواتنا في الطريق وكل السادة اللي حضرت. ومدد يا سيدي حسنين، ومدد يا سيدي شفيع أبو علي، ومدد يا سيدي أبو نور الدين الطيار الجعفري، سيدي الأربعين حامي السويس يا غريب، يا عم يا جوابري يا صاحب الفرح نظراتك، يا عم يا حسيني يا سيدي عامر. سمعت وانت زي لك نصارك انت الذين بات ربك مرحبا اسأل ما تنشى سأل ما تنشى تمنى ما ترضى اسأل ما تنشى تمنى ما ترضى أنت الذي سألت ربك في نواتي شفاعة أقسم بذاته لن تكون لسواك. عبد الشيخ علي أبو عبد الله وداني هلال اللي شرفونا والست أم منى وعم سيد شمال ومدد يا سيدي جنانوه. سألت ربك فينا شفاعة